النهاردة الجزء الأولاني هتكلم على أهمية المعرفة. تاني هتكلم على أهمية المعرفة. يعني إيه بقى موضوع أهمية المعرفة؟ أنا هبسط الموضوع ونتناقش زي ما أنتوا عايزين. النهاردة أن الشخص لا يعرف مشكلة كبيرة. تاني أن الشخص لا يعرف مشكلة كبيرة. أنا مش بتكلم مثلا لأن أنا تخصصي الحاجات دهية. يعني الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه متخصص في الحاجات دي، لا انا بتكلم على الشخص العادي نفسه بقى في حد ادنى من المعرفه ما ينفعش نتخلى عنه. معلش انا اسف، تحملوني النهارده ومستعد نتناقش ونتجادل زي ما انتوا عايزين، لكن في عالمنا المعاصر دلوقتي المعرفه سؤال اجباري. تاني، في عالمنا دلوقتي المعرفة سؤال إجباري مش اختياري. هقول لكم ليه. لما نيجي أولا أنا ما بحبش الإنسان الخامل معرفيا. هشرح كل حاجة ببساطة. يعني إيه ما بحبش الإنسان الخامل معرفيا؟ يعني شخص نيجي نسأله إيه رأيك في الموضوع الفلاني؟ مش فارقة معايا. طب تعرف إيه عن الحاجة كذا؟ مش مهم. طيب كذا قريت عنه في الموضوع الفلاني، لا ما مش بتاعتي. طيب هو انت حضرتك تنتمي للعالم اللي بنعيش فيه ولا لا؟ انت جزء من العالم المحيط بينا ولا لا؟ هل انت انسان فعال ولا انسان خامل معرفيا؟ هل انت انسان خامل معرفيا؟ يعني انت بالفعل موجود. على فكرة انا مش بتكلم على العمليات الحيوية الاساسية، ودكتور بيتر كان لسه معنا، تمام، اللي هو الاكل والشرب لا انا مش بتكلم على ده، انا بتكلم على ده. مساهمتك المعرفيه ايه هي؟ هو انت فعلا عايش معرفيا؟ معلش هو يبدو انه كلام كبير بس بالراحه شويه شويه. يعني مثلا انا معلش سامحوني، تمام، انا ما بحبش اقعد في مكان والاقي شخص مثلا خامل من النوع ده ما بعرفش اتكلم. طب هو احنا نتكلم في ايه؟ معلش انا اسف، انا هتكلم في ايه؟ طبعا مطانيه ليكم كلكم، مطانيه ليكم كلكم، بس انا بتكلم شخص ما، اقعد اتكلم في ايه؟ انا اسف سامحوني، يعني بنتناقش في ايه بالظبط؟ يعني انا بخش ببعض مناقشات، تمام، اذا ما كنتش قاري عن موضوع ما بتكلمش فيه. تخيلوا، ما كنتش قاري عن موضوع ما بتكلمش فيه، اقعد اسمع لو شخص فعلا عنده درايه بالوضع. لكن شخص خامل ويقول ما هي ماشية، يعني ايه ما هي ماشية معرفيا؟ انا مش فاهمها يعني ايه دي. وبرضو ليكوا الحرية اعترضوا وقولوا اللي انتوا عايزينه، لكن هو احنا بنعمل ايه؟ هو احنا بنعمل ايه؟ فالنقطة الاولى، معلش انا برضو هسرع شوية وممكن ارجع بتفاصيل اجزاء معينة. الشخص الخامل غير مرغوب فيه، الشخص الغير فعال غير مرغوب فيه. انا بتكلم كل ده معرفيا. طبعا انتوا عارفين، انا برضه هقول حاجة تانية، احنا العصر اللي موجودين فيه على فكرة من الخمسينات والستينات، برضه الجزء التاريخي مأثر عليا، من الخمسينات والستينات العصر اللي احنا فيه بيسموه عصر ايه؟ عصر المعرفة. من الخمسينات والستينات، على فكرة الخمسينات والستينات. فتخيلوا دلوقتي، تمام، بداية من الألفية، وهديلكم مثال صغير انا كنت هتكلم عليه بعد كده، بس هتكلم عليه سريعا دلوقتي وارجع له بعد كده. لا بنتكلم على الاي اي، وانا مستعد بقى لو هنا في مهندسين نتكلم في الموضوع ده زي ما هم عايزين، او حد انترستد في موضوع الذكاء الاصطناعي. الاي اي يا شباب في ايه؟ انا بتكلم على حاجه غريبه ولا في ايه؟ حد جرب تشات جي بي دي؟ طب حد يرفع ايده، حد جرب تشات جي بي دي؟ عارفين ايه هو تشات جي بي دي؟ اولا طبعا حضرتك جربته؟ عارفين هو تشات جي بي دي؟ مش عارف يجيب اكونت. ماشي، ما علينا، برغم ان انا ماليش في، يعني مش تخصصي هندسه، بس عرفت اعمل، انا بحب الحاجات بتاع التكنولوجي. جربته صح؟ تمام، انا هقول ببساطه ايه هو. حضرتك جربته صح؟ ايه رايك؟ انا هقول لكم ايه هو ببساطه شديده على فكره. تمام، هو زي ما حضرتك قلتي، هو حاجه بسيطه جدا بيسموها تشات بوت. لو حد يعرف تشات بوت يعني ايه؟ تشات بوت يعني حضرتك بتخش، لو عارفين زي على تيليجرام في بعض الاحيان، وحضرتك زي ما يكون في عارفين محادثه، تمام، بكتب حاجه وهو بيرد عليا.
فعملت تجربة، أنا حطيتها على الفيسبوك، عملت تجربة إن أنا عملت إيه، سألت سؤال، ودي تجربة أنا حطيتها بالنص بتاعها وأنا أعمل لها الترجمة بتاعتها من الإنجليش للعربي. فسألت سؤال، قلت له إيه لو في AI في عصر الرسل كان ساعد الرسل إزاي في نشر الإنجيل؟ تمام. وانا كنت متوقع الاول ان انا، لان انا عارف ان في حاجات معينه هم ما بيعرفش يجاوبها، ما يعرفش يتعامل معاها في جزئيات معينه. ففوجئت ب 8 9 نقط، حاجات بقى كده يعني الناس اللي بتحب التكنولوجي بقى، حاجه اسمها داتا اناليتكس اللي هي تحليل البيانات، ومش عارف ربط المعلومات، وحاجات بقى واو يعني ادفانسد. طب اذا كان انا يعني انا نفسي افهم، اذا كنا احنا دلوقتي في العصر ده، وبرضو الناس اللي بتحب تكنولوجي ممكن اقول لهم بقى دلوقتي اذا بدا يظهر المنافسين بتوع تشات جي بي تي، حاجه اسمها بارد، تمام، وحاجه تانية السيد الفاضل ايلون ماسك، طبعا عارفينه ايلون ماسك، تمام، عارفينه صح، ايلون ماسك نفسه دلوقتي هو كان الشركه اللي عملت تشات جي بي تي، تمام، هيبدا يعمل شركه تانية غيرها، الشركه اللي عملتها اسمها اوبن اي اي اللي عملت تشات جي بي تي، فهيبدا هو عايز يعمل حاجه تانية وحاجه ثالثه. وانا مش عارف في خلال 5 سنين بيقولوا الدنيا هتتغير تماما في موضوع تشات جي بي تي، او اللي بيسموها الاي جي اي، او الارتفيشال يعني ارتفيشال جنريتد انتليجنس زي اللي بنقول عليه، وبيقولوا في وظائف هتختفي في خلال 5 سنين. فانا مش عارف، طبعا انتوا الجيل الرائد في هذا الاتجاه يعني، فانا مش عارف من 5 سنين ل10 سنين احنا هنعمل ليه. هو انا بتكلم ليه على المثل ده؟ هي دي بقى المعرفة، ده العصر بتاعكم اللي هو اللي احنا فيه، اللي احنا عايشين فيه، ده عصر المعرفة، ده عصر المعرفة اللي احنا فيه. اذا معرفناش انا مش عارف قول لي ممكن يحصل يعني، انا بس عايزكم تتخيلوا، انا اديتكم مثل صغير على اللي انا عملته، تمام، ممكن تشوفوا الحاجات دي تمام على الفيس بالنص بتاعها انجليش وعربي الترجمة بتاعتها. طيب هو احنا الخطوة الجاية هنعمل ايه في المعرفة؟ انا بسال شباب صغيرين عندنا في خدمه، احنا في خدمه اعدادي، فبسال شباب صغيرين، حد جرب قال لي اه انت حضرتك مش متخيل ان في الترم اللي فات اللي هو اخر يعني حاجه السنه الدراسيه ده انا اعتمدت عليه مش عارف عملت كذا وكذا وكذا، تمام، السمريز والحاجات يعني في حاجات كتير قوي بيعملها الحاجات دي. فتخيلوا تاني حضراتكم العصر اللي احنا فيه، عشان كده لما هرجع اقول لحضراتكم المعرفه اصبحت سؤال اجباري، انا مش بقولها مبالغه، ده حقيقي، ده حقيقي، اللي ما بيعرفش هيستبعد بشكل او اخر من العالم اللي احنا موجودين فيه. معلش انا اسف. عارفين يعني ايه بيسموها ايه يعني، عارفين الافراز اوتوماتيكلي يعني بيستبعد، عارفين يعني انت مش جاهز معرفيا. انت هقول لكم حاجه غريبه، الانترفيوز دلوقتي مش في مصر، مش في مصر، تاني انا باكد مش في مصر، الانترفيوز في بعض الاحيان في اوروبا وفي امريكا لما الناس بتيجي تقدم على شغل في بعض الاحيان، انا مثلا مهندس، تمام، فيجي يساله سؤال ملوش دعوه بالهندسه خالص خالص تماما، ليه؟ يقول له انت المفروض انت، بيقرا له كده بالانجلش نوليدجبل يعني انت عندك معرفه، انت ما بتقراش بقى. انت متخيلين الرد يجي له يقول له ايه؟ لا اصل انا تخصصي هندسه انا ماليش دعوه بالكلام ده، يقول له شكرا ميرسي الانترفيو خلصت. تخيلوا تاني، تخيلوا مدى دلوقتي الموضوع، انا مش بقول كمان السؤال ده هيبقى متقدم قوي، ده هيسأله سؤال بسيط، حاجه كده بسيط يعمله تست، هل هو عارف اللي بيحصل دلوقتي ولا لا، ايه الاحداث اللي موجوده، عندك درايه بالحاجه اللي بتحصل ولا لا. فمش هو مش منتظر بقى اجابه، انا اسف ده مش تخصص بتاعي، انا ماليش دعوه بالموضوع ده، مالكش دعوه ايه. انتوا عارفين حضراتكم دلوقتي الجيل بتاع حضراتكم بيسموه ايه في العالم؟ لو حد عنده فكره بيسموه يونيفرسال سيتيزنز، يعني مواطنين عالميين، يعني هو مش مواطن لدوله، واخدين بالكم يعني ايه؟ يعني انتوا بقيتوا مواطنين عالميين، يعني ما بقاش قاصر بس على الجزئيه اللي احنا فيها، وده احد النتائج الرئيسيه لموضوع ايه؟ المعرفه، موضوع المعرفه. عايز برضو حاجه ثانيه عشان الوقت، ان احنا ليه لازم نعرف، اعرف لكي تشارك. لو عايز تشارك في المحيط المجتمع اللي انت قاعد فيه لازم تعرف، وإلا مش هتعرف تشارك في المجتمع اللي انت عايش فيه. تاني،
ما تطلبش من الآخرين إن هم يدعوك للمشاركة في المجتمع بدل انت مش عارف حاجة عن المجتمع اللي انت عايش فيه. أقولها تاني، ما تطلبش من حد، ودي اللي كان بيعمله المتناحي البابا شنودة على طول. أساتذتنا يفتكروا الكلام ده زمان، متناحي البابا شنودة كان يقول لنا انزلوا شاركوا اعملوا. ليه؟ عشان يكون لكم ايه؟ ثقل ووزن. انت عشان الاخرين يسمعوك. يسمعوك ازاي؟ لازم تكون عارف. يعني واحد قاعد ما بيتكلمش في مناقشة، من المفترض ان هذا الشخص يطالب بانه يكون له دور في المجتمع اللي هو قاعد فيه؟ ايوه ولا لا؟ انا مش فاهم. يعني حضرتك قاعد ساكت وما بتقولش اي حاجة ومش فارقة معاك او مش همك او مش عايز تشارك، طب انت بتطلب بقى يكون لك دور ومكانة ونحترم وجهة نظرك وتاخد حقوقك وكذا؟ انت مش عارف اي حاجة، انت مش عارف اي حاجة، تمام؟ فتاني اعرف عشان تشارك. عايزين يبقى ليكوا دور مؤثر في المجتمعات اللي انتوا موجودين فيها، لازم تعرف، لازم تعرفوا عن حاجة بيسموها decision making process، اللي هي طريقة صناعة القرار او اتخاذ القرار، مبنية كلها على ايه؟ اللي انا بقوله دلوقتي، المعرفة. عمرك ما هتقدر تاخد قرار سليم بدون معرفة. لازم تعرف، لازم تعرف. تاني يبقى عشان تشارك او يكون لك دور في المجتمع المحيط بيك، لازم ايه؟ تكون عندك معرفة. لازم تكون عندك معرفة عشان تقدر تشارك في المجتمع اللي انت فيه، وعشان يكون لك دور في المجتمع اللي انت موجود فيه ايا كان المجتمع ده، برضو لازم تكون عارف. لا، عشان يبقى لك دور. الاشخاص اللي مش عايزة يبقى ليها دور، انا مش فاهم، مش فاهم. انت عضو في المكان اللي انت فيه، تشعر انك عايز تبقى فعال في المكان اللي انت فيه، بتقول ما تكون عارف حاجة ومش عايز تعرف ومش فارقة معاك. انا اسف جدا، واحد بيطالب بحقوقه، تمام؟ يعني مثلا ولي، لا انا من حقي. طب وحضرتك عرفت منين ان ده حقك؟ عرفت من فين؟ قريت؟ لا ما قريتش. طب يعني مش فاهم، حضرتك عرفته من فين؟ جبت الموضوع ده من فين عشان نعرف انه معرفة؟ انا مش قادر افهم، تمام؟ فالمعرفة تاني، عشان تشارك ويكون لك دور فعال في المجتمع اللي انت فيه، لازم تكون عارف. حاجة تانية مهمة، ودي انا لاحظتها بقى في الخدمة، اساتذتنا هنا ممكن يقولوا لكم على الموضوع ده. من ضمن اهم اسباب الفجوة بين الاجيال، حتى بين الاب والاولاد، موضوع ان احنا مش بنتشارك او مش بنناقش حاجة. هقول لكم مثل على المستوى الشخصي. انا والدي سافر السماء من كام سنة، افتكر واحنا صغيرين كان يجيبنا، طبعا الجيل ده بتاع زمان ده بتاع الجرايد بقى، ويجيب ويفتح والجرايد كلها قدامه ويتابع. فكنت افتكر كان يجيبنا ويقعد يناقشنا، تمام؟ كذا، ايه رأيكم في الحاجة الفلانية؟ وكل واحد تخصص مفروض ملوش دعوة بالتاني، بس يقولنا ايه رأيك؟ ايه رأيك في كذا؟ ايه رأيك في كذا؟ الموضوع الفلاني ده كذا، ايه رأيكم؟ نتناقش فيه. تخيلوا ان المعرفة احد اهم الجسور اللي تقدر تبني علاقات سليمة بين البشر. تاني؟ يعني مثلا ماما في البيت، وانا عارف ماما بتتعب ازاي الامهات عندنا، لكن المشكلة ان لما تيجي تناقش مع الولد او البنت، مثلا انا بخدم في مرحلة اعدادي زي ما قلت لكم، احد المشاكل الرئيسية ان مفيش ارضية معرفية مشتركة بين الاباء والابناء. طبعا فاهمين اقصد ايه. فنيجي مثلا ايه، الولد يجي يتكلم على موضوع معين، فماما طبعا مفيش خالص، ماما ما عندهاش فكرة عن اي حاجة. وطبعا مش بلوم ماما، اوعوا تفهموا غلط، مش بلوم ماما، لكن ماما مش عارفة، فمش عارفة تشاركه في الموضوع، او مش عارف تشارك بنتها في الموضوع. مش طب اسمعك ايه؟ واللي على فكرة الشباب الصغيرين بيزعلوا جدا لما يلاقوا الاهل، بابا او ماما او اخواتهم، مش عايزين يسمعوهم. طب يعني هو جاي بقى عايز يتكلم في الموضوع الفلاني، وشفت كذا وكذا وكذا، وانا قريت عن حاجة الفلانية، فيلاقي بابا يقول له مش مهم، مش فارقة. تاني، عشان تبقى ليك تقدر يكون لك مشاركة على المستوى المحيط بيك المجتمع، إذا كان الأب، إذا كان الأم، إذا كان الأخوات، تمام؟ موضوع المعرفة مهم. هقول لكم حاجة تانية،
انا ما بحبش اقعد وسط اصدقاء ما حكايه ان هم يعني مجرد قاعدين قاعده كده، لا انا مش. وبحب جدا الناس، وانا هتكلم على الموضوع ده يمكن بشيء اكثر تفصيلا بعد كده، ان الناس اللي قاعدين حواليا عندهم شكل ما فاهمين احنا بنتكلم عن ايه. وعلى فكره تمام، انا بتكلم بشكل عام، اقول لكم بشكل عام يعني ايه. يعني انا مش عارف، عايز ادي مثل بسيط قوي، حاجه بسيطه جدا. بنتكلم مثلا على اسعار، انا معلش ملناش دعوه بالناحيه دي، بنتكلم على اسعار الفاكهه والخضار، انا بتكلم بشكل عام تمام. فانتوا متخيلين، متخيلين الموضوع ده، ان في جزء منها مبني على المعرفه. انا عارف الموضوع ده اخباره ايه، انا عندي خلفيه الجزء ده اخباره ايه، مش بتكلم كده وخلاص، فاهمين اقصد ايه. فدي جزئيه مهمه للغايه. تاني، عشان يكون لحضرتك اسلوب افضل في التواصل مع المحيطين بيك لازم تكون عارف. هتنقل بقى النقطه هيحصل فيها جدل كبير قوي، انا عارف الموضوع ده. قبل ما تنقل ليه عايز اقول لكم مثل انا كاتبه هنا مهم جدا في موضوع المعرفه في تاريخ كنيستنا. والمثل اللي هديه دلوقتي مش من 5 سنين و10 سنين او 50 سنه، ده من 1800 سنه 1900 سنه، بيدل على ان كنيستنا القبطيه الارثوذكسيه كانت ولا زالت مهتمه جدا بموضوع المعرفه ونشر المعرفه. المثل ده هو مدرسه اسكندريه اللاهوتيه اللي اسسها مين؟ ماري مرقس، القديس العظيم ماري مرقس كاروز الديار المصري. مدرسه اسكندريه اللاهوتيه اساتذتنا كانت من ضمن الموضوعات اللي بتدرسها ايه؟ موسيقى. وممكن تقولوا لي ايه موسيقى ايه؟ هو بيدرسوا موسيقى بمناسبه ايه؟ ايه اللي جاب ده؟ يقول لك لا، الموسيقى تنمي الذوق العام وبالتالي ممكن تفتح مدارك المعرفه بشكل او اخر. على فكره انا بتكلم على كم سنه؟ 1800 1900 سنه، 1800 1900 سنه، والكنيسه كانت مؤمنه. لا، الناس لازم تعرف عشان تقدر تخاطب. طبعا اقول لكم حاجه، بولس الرسول من ضمن اشهر الناس اللي كانوا بيعملوا الموضوع ده. بولس الرسول على فكره كان موسوعه، هو كان بينكر ده عشان موضوع الذات، لو تقروا رسائل يبان فيها قوي تمام، دايما بيخفي الموضوع ده مع انه هو كان شخصيه معرفيه، كان بس بالصليب حاجه رائعه. فكان يروح لناس، هفترض مثلا واحد بيحب مثلا، انا هدي مثلا على الجزئيه اللي قلتها في مدرسه اسكندريه اللاهوتيه، واحد بيحب الموسيقى، انا لو عندي معرفه ولد من ولادي في الخدمه او بنتي من بناتي في الخدمه، هبدا ادخله من ايه؟ من المدخل اللي بيحبه او اللي هي بتحبه. هبدا بقى اناقش، بتحبي انهي نوع من الموسيقى؟ بتحبي انهي نوع من الموسيقى؟ كذا. مش اقصد انا بحب نفس النوع، بس على الاقل انا عندي خلفيه، بعارف الدنيا ماشيه ازاي في الجزئيه بتاعت الموسيقى ومين كذا ومن اشهر الناس الموسيقيين. انا ابني طبعا اسم الصليب ب 20 21 سنه دلوقتي، فيجي يقول لي مثلا القصه اللي كانت دايره من كام يوم، الرابر اعتقد امريكان، الراجل ده اللي المفروض كان يجي مصر ومش عارف ايه. فانا ما كانش مش عارف قوي الموضوع، فبقول له هو مين ده؟ افتكر اسمه سكوت حاجه، مش فاكر الاسم بالكامل. فقلت له فبعدين قلت له فقال لي ده كذا كذا كذا. فقلت له معلش لحظه واحده. فدخلت بقى تمام على جوجل وبدات انزل حاجات عشان اعرف مين ده وخلفيته ايه واقرا عنه عشان ابقى عارف انا بتكلم فيه تمام. فحتى ابني بقى فيه في جزء قضيه معينه مشتركه بقدر اتكلمه فيها. فنقصد حتى في الموسيقى نفسها، وبقول من 1800 سنه، مثال اهو حضراتكم في مدرسه اسكندريه اللاهوتيه 1800 سنه درسوا موسيقى. ما تقوليليش بقى عالم في اللاهوت زي اوريجانوس هيبقى عارف موسيقى ليه. اوريجانوس كان عارف موسيقى وكان دارسها، العلامه اوريجانوس كان دارس موسيقى تمام. فهتقولي نعم ده جزء من معرفه، كان بيدرسه في فلك مش التنجيم. تاني، كانوا دارسين فلك مش تنجيم، وعشان كده احنا كمصريين فضلنا اول 4 قرون نعمل ايه؟ فمجمع نقيا قرر حاجه مهمه، ان مين اللي حدد عيد القيامه؟ كرسي اسكندريه. ليه؟ متميزين، احنا اساتذه في الفلك
مش كمصريين قدماء بس، ده الناس في مدارس اسكندريه اللاهوتيه كانوا بيدرسوا العلوم دي، بيدرس فلك. واحد يقول لك ايه انت مالك ومال الموضوع، انت راجل بتاع لاهوت، يقول لك لا انا عارف. كانوا بيدرسوا حاجه الى الان عامله مشكله، الفلسفه. ممكن ناس يقول لك ايه، ممكن ابعد عن الموضوع ده بعد اذنك بتاع الفلسفه دي، ممكن تعمل مشاكل. هو بقى يقول لك ايه، لا 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 خلينا نخش ايه في الموضوع. طب ما ندرسه ونستفيد من ايه، من الفلسفه. هو انا ليه شايفها انها مشكله بالنسبه لي؟ انا مش خايف من حاجه، ندرس الموضوع. يبقى هل الكنيسه اللي انا بقوله دلوقتي في موضوع المعرفه ده اختراع جديد بالنسبه لكنيستنا؟ لا لا، احنا مطلوب مننا كمسيحيين وكأباط بالذات ان ننمي معرفتنا. طب نيجي بقى، عشان برضو انا خدت وقت كتير، الجزء بقى بتاع ازاي اعرف، انا قلت ليه، تمام، انا قلت ليه، هقول دلوقتي ازاي. ممكن حد يقول لي ايه، معلش انا اسف، ايه ازاي دي، ما كلنا عارفين ازاي. طب هقول لكم بقى، عشان بما ان احنا عارفين، ايه الفرق بين المعرفة والرأي؟ ايه الفرق بين المعرفة حقيقة ورأي؟ ايه التاني هقولها، ايه الفرق بين الحقيقة والرأي؟ عندي رأي وعندي حقيقة، ايه الفرق؟ الرأي شخصي. كويس كويس، ايه الفرق بين الحقيقة والرأي؟ اتفضل. كويس، نبسط الموضوع. احنا بنتكلم على حقائق، تمام. يعني لما اقول المسافة بين الارض والشمس، هو ده رأي. تاني، مسافة، تعرفين الضوء بياخد وقت قد ايه عشان يسافر من الشمس للارض؟ حد يعرف؟ 8 دقايق. انتوا متخيلين الضوء عشان يسافر من الشمس للارض دي اسمها ايه، راي؟ لا ده حقيقه. هو انا، هو ايه الراي اللي في الموضوع؟ لما نقول الحرب العالميه الثانيه انتهت سنه كام، هو ده راي؟ سنه كام؟ 45. دي هي، دي اراء يا شباب، مش اراء، دي حقائق. طب وانا بقول الموضوع او الجزئيه دي ليه؟ لان معظم اللي بنشوفه دلوقتي على الفيسبوك، وهرجع للفيسبوك وانستجرام والسوشيال ميديا بعد كده بقى، وانا عارف ان انتوا هتزعلوا بس معلش، معظم اللي بنشوفه عباره عن ايه؟ اراء مش حقائق. وللاسف لما بنيجي نتعامل معاها بنتعامل معاها كايه؟ يبقى وصل لكم اللي انا عايز اقوله. للاسف الشديد الناس بقى عندها خلط غريب جدا بين الرأي والحقيقة. لا لا معلش، ونقف بقى هنا، تمام. كتير قوي لما بخش مثلا على الفيسبوك او اي حاجة من السوشيال نتوركس، ومثلا اقرا حاجة، تمام، وابدأ اقول ايه ده، معلش انا اسف، انت اللي انت بتقوله ده مبني على ايه؟ اللي انتوا عارفين طبعا في الحاجات الاكاديمية، تمام، احنا عارفين بنتعلم. اقول لكم حاجه، الناس اللي عارفه في الموضوع ده، احنا بنتعلم ان احنا نشك في اي حاجه. عارفين يعني ايه؟ مثلا قريت، يقول لك ايه، انت عارف المصدر بتاعها ده ايه، جايه من فين، امشي بقى وراها لغايه ما تشوف الاصل بتاعها. هو ده الناحيه الاكاديميه. على فكره انت لازم تجيب الموضوع من الروتس، عارفين يعني ايه، من الجذور بتاعته، تمام. فمتعود ايه، اقرا حاجه اقول هي دي جايه من فين، انت جايب الموضوع ده من فين. مثل قلته من كام يوم هقول لكم عليه. شفت صوره من كام يوم محطوطه، اعتقد كانت على الفيس او انستجرام حاجه زي كده، وبيقول اصل وتحتيها حاجه معينه في الحته الفلانيه وحصل كذا. فانا بصيت على الصوره، وطبعا بالفضول العادي بتاعي بدات اقول ايه، انا شاكك في الموضوع ده. فعملت ايه ببساطه، دخلت على جوجل لينس، حد عارفه اللي هو بيدور بالبيكتشرز او بالايمجز، عارفينه؟ سهل، تمام؟ ومجرد حطيت الايه؟ حطيت الصورة. اتضح ان الصورة دي من 3 سنين. بتاعت حاجة تانية خالص، ملهاش دعوة بالموضوع تماما. تماما. واحد خد الصورة وقال لك بص، أصل من يومين حصل في الحاجة الفلانية.
تمام. وللاسف شديد اللي جاب لي الحاجه دي هي بص اصل في الحته الفلانيه وعملوا في الناس. قلت له معلش انت بتصدق كل حاجه؟ هو انا اصدقها لي ما انا ادور الاول عليها. فقال لي ليه وانت بتشك في كل حاجه؟ قلت له مش بشك في كل، انا لازم اعرف اصل الموضوع ايه هو. تمام، مش كل حاجه بتجيلي لا اعمل ايه استقبلها واه جميله وهي مظبوط وحصلت و... طب ما تدور. اقول لكم حاجه غريبه، الجيل بتاع حضراتكم دلوقتي الشباب معلش انتوا مالكمش اي عذر في عدم المعرفه. تاني معلش سامحوني انا اسف، احنا كنا انا دلوقتي داخل على 55 سنه، افتكر لما كنا بدانا دراسات عليا اول ما تخرجنا كنا بنشتغل بحاجه اسمها زي النوتس عشان نجمع المعلومات عشان الماجستير. اقول لكم عباره عن ايه؟ مش عارف انا زي كده حاجه ورق صغير مستطيل واروح المكتبات تمام ونقعد نطلع الكتب وانقل الاجزاء في الورق ده، عارفين يعني ايه ورقه ورقه وانقل واكتب ومش عارف ايه وحط بقى ارجع البيت واعمل اندكسنج، عارفين زي ايه بقى يعني تفرز المجموعه دي والمجموعه دي والحاجات ده. هيت دلوقتي بقى حضراتكم هل هناك اي مبرر او عذر لعدم المعرفه؟ هل هناك اي مبرر او عذر لعدم البحث؟ لا لا انا اسف سامحوني انا اسف، انا بوديتكم مثال كان من 30 سنه 35 سنه وكان بيتعمل فينا ايه او بنعمل ايه. دلوقتي انا مش عايز اقول لكم لما بنيجي نعمل ابحاث انتوا عارفين بنعمل ايه دلوقتي؟ لو مثلا مطلوب بيبر مثلا ورقه بحثيه عارفين بنعمل ايه دلوقتي؟ انا يعني من كام سنه ضغطت جدا لان وانا كنت راجع من امريكا يعني واحنا خلاص قربت اناقش الدكتوراه فكنت جايب معايا بقى رسائل بالكامل عارفين يعني رسالة ماجستير مطبوعة بالكامل او رسالة دكتوراه عارفين يعني كده مثلا 10 15 رسالة في شنطة لوحدهم قد كده. دلوقتي بقى لما دخلت على بنك المعرفة المصري، بنك المعرفة اللي الناس مش بتعمل بيه اي حاجة عارفين بنك المعرفة تمام، مش عايز اقول لكم بقى اتغصت قد ايه والموضوع ده كان من كام سنة. دخلت كليك اواي احنا بنسميها يعني شفت مثلا رسالة فلانية بي دي اف تك نزلت، فقعدت اقول لنفسي يا يسوع ايه ده؟ ده احنا كان بتطلع عينينا عشان يعني على فكره احنا كنا انا كنت في امريكا تمام؟ كنت في امريكا وبتطلع عينينا يعني مثلا كنا مثلا عايز الرساله الفلانيه تمام؟ اعمل فورم تعالى هات كده ورقه واقعد اكتب فيها اسم الاوثر ومش عارف دي فين والرقم اللي بيسموه اي اس بي ان بتاعه الرقم بتاعه الدولي ومش عارف ايه تمام وبعتها للجامعه الفلانيه وبعد 10 ايام يجي لك كوبي من ايه؟ من رساله. انا دست بي دي اف الرساله كلها جت. ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ يعني انا بكلمكم بشكل شخصي ودي تجربه شخصيه تمام؟ ايه السهوله دي؟ في عندنا حاجة تانية مشهورة جدا في الحاجة العلمية اسمها جي ستور، لو حد يعرفه. جي ستور ده واحد من أكبر المواقع في العالم بيسموها البريوريكلز او المجلات المتخصصة في الحاجات الاكاديمية تمام. كمية مقالات اكاديمية بالملايين وبرضو ايه كليك اواي دوس حضرتك او حضرتك الحاجة موجودة. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ كمية كتب بي دي اف موجودة دلوقتي على الانترنت حاجة مرعبة. يبقى دلوقتي مسؤوليتنا هتبقى احنا مسؤولية المعرفة. واحد مش عايز يعرف وهيرجع يقول اصل انا اعمل ايه؟ مش ذنبي، مش ذنب حضرتك او مش ذنب حضرتك في ايه. اقول لكم حاجة، انا ما زلت متذكر، انا تخصصي بقول لكم نظري لكن انا بحب الكمبيوتر جدا. فافتكر زمان في برنامج كنت بشتغل عليه اسمه موجود لغاية دلوقتي اسمه 3D Studio Max بتاع الانيميشن تمام. فكنا ننزل نجيب كتب حاجات كده اسمه بيسموها البايبل، مش بايبل بتاعنا احنا تمام، كتب كده مرجعيه كبيره قوي عشان يشرح بقى وتخش تعمل كذا تمام. دلوقتي الكورس بالكامل على اليوتيوب، كل الكورس مثلا 9 ساعات 10 ساعات والاجمل فيه ايه؟ انه مجاني. الاجمل انه مجاني. ترجع تقول للواحد ايه؟ انت ما عملتش كده؟ طب وانا اعمل ايه؟ ده انا اعتقد العصر اللي احنا عايشين فيه ما جاش قبله في السهوله ان انا اقدر اوصل لايه؟ للمعرفه. عايز تتعلم كورس في حاجه معينه
ما موجود عندك، موجود عند حضرتك. ايه المشكلة؟ ما دخلتش وشفت ليه؟ انا معلش هاجي للموضوع ده شوية صغيرة وهتتضايقوا، فمعلش سامحوني في حكاية احنا بنستعمل بقى الانترنت وما الى ذلك ازاي. يبقى انا قلت في فرق بين الرأي والحقيقة. هتكلم دلوقتي على مصادر المعرفة. بليز لو سمحتم، احنا دايما نعتمد على مصادر موثوقة للمعرفة. لو سمحتم، لو سمحتم هقول لكم ازاي. ما تجيبليش انا مثلا حتى مناقشتي في البيت مع 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 المدام مع مراتي، تقولي مثلا كذا في الحاجه الفلانيه، اقول معلش. تقولي هو في ايه؟ ولا يعني من كام يوم كان الاجازه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي ده اللونج ويك اند، والخميس اجازه والحد اجازه، فجابتي قالت لي بص تمام، واحده بعتها حاطه كذا. قلت لها قالت لي، قلت لها معلش استني شويه. فقالت لي في ايه؟ قلت لها معلش تمام. فرحت داخل على الفيسبوك الويب بيج بتاع مجلس الوزراء، ودي سهله قوي يعني، هي فيها ايه؟ مجلس الوزراء. تمام. ورحت داخل لقيت فعلا ايه، ان مجلس الوزراء رئيس الوزراء قرر كذا. تمام. فرحت ما خدتش حتى سكرين شوت. معلش ممكن تقولوا ان انا متشكك، بس الواحد اتعود للحاجات العلميه ودايما بنعمل كده. اللي عملته ايه؟ خدت كوبي لينك للخبر. تمام. وبعته للمدام، وبعته مثلا للناس اللي نعرفهم. كوبي لينك، مش سكرين شوت، عشان برضو ما يتقالش ان ممكن واتعمل عليه اديت. لا، ده كوبي لينك. لو اداس على اللينك هيوديكوا ايه؟ لمجلس الوزراء، وهيقول ان الحاجه دي صح او سليمه. ده ممكن تبان ان الموضوع اللي انا بقوله غريب، بس انا يعني عارفين يعني ايه. ما هو في حاجات كتيره موجوده احنا بنسميها ايه، مزيفه، فيك. ما انا عايز اعرف هل المصدر ده موثوق فيه ولا لا. طب انا اقول لكم حاجه غريبه في الناحيه الاكاديميه. انتوا عارفين ويكيبيديا طبعا، صح؟ احنا كاكاديميين جريمه لو اعتمدت على ويكيبيديا، جريمه. يعني انا لو حطيت في الفوت نوتس، عارفين بنعمل الدوكيومنتيشن بتاع الابحاث، بنعمل رقم واحد وانزل اقول انا جبت ده من فين، ريفرنسنج. لو قلت ان انا جايبه من فين، من ويكيبيديا، انا مش عايز اقول لكم يحصل فينا ايه. يعني ما تتقبلش حاجه، هتترفض. يقول لي ايه ده، انت بتعتمد على ويكيبيديا؟ ايه اللي انت قايله ده؟ فتخيلوا بقى احنا ليل ونهار يقول لك ايه، انا قريت على ويكيبيديا مش عارف كذا كذا. لا انا اسف جدا، انتوا عارفين ان في ارتكلز كتير على ويكيبيديا اساسا مشكوك فيها، مع حتى بيتكتب عليها فوق انها محتاجه بيسموها اديتنج، انها تتعمل تاني وتراجع مره تانية. ارتكلز كتيره، بس احنا بنقرا على طول. وهو ده اللي انا بقوله، هل مصدر المعلومه اللي حضرتك بترجع لها، حضرتك بترجع لها، مصدر موثوق فيه ولا لا؟ هل بنقرا اي حاجه ونصدق اي حاجه؟ معلش انا اتعودت مش كل حاجه اقراها اصدقها. لا، لازم ادور على الاصل بتاعها زي ما قلت. ففي مصادر معلومات لازم حضرتك تتاكد المصدر بتاع المعلومه، ولازم حضرتك تتاكدي ان مصدر المعلومه ده تاني ماله موثوق، اقدر اعتمد عليه كمصدر المعلومه. زي ما قلت لكم مثلا المثل البسيط بتاع الاجازه اللي قلت لكم عليه بتاع مجلس الوزراء. طيب نقطة تانية مهمة، هل وسائل التواصل الاجتماعي تصلح انها تبقى مصدر المعلومة واعتمد عليها؟ امال احنا مالنا ليل ونهار انستجرام وتويتر وفيسبوك و تمام. حلو، انا اوكي مفيش مشكلة، انا بستعمل ماشي الحاجات دي، لكن في فعلا بستعملها ولا بصدقها 100%؟ معلش استعملوها تمام، بس ما تصدقوهاش. انا اقول لكم ايه، من ضمن طبعا انتوا سمعتوا اللي حصل في 2016 في امريكا في الانتخابات الرئاسية، لما اتهموا روسيا بمحاولة التأثير على الرأي العام في امريكا. معلش هي بوليتكس، بس هقول لكم ايه السبب اللي انا بقولها. مش عارف حد منكم سمع ده من كام سنة، واتهموا روسيا بانها تدخلت وضغطت على الرأي العام من خلال ايه، نشر الاخبار الكاذبة. يستغلوا بقى السوشيال نتوركس ويبداوا يحطوا خبر هنا وخبر هنا وخبر هناك، تمام، وننشر بقى معلومات. تمام. والمعلومات دي مالها؟ لا غلط، المعلومات دي مش صح، مش سليمه. ودلوقتي انتوا عارفين ان في شركات حتى عالميه متخصصه بيسموها حاجه بيسموها الكامبينينج، طبعا عارفين يعني ايه، اللي هي بيعملوا حملات متخصصه. يعني تجيب شركه حضرتك او حضرتك ويدفع لها مبالغ، حاجات فظيعة، عشان تعمل حملة
على السوشيال نتوركس عشان يعملوا ايه؟ معلومة معينة او مثلا زي ما بيعملوا في الماركتينج. طبعا ده مشهورة قوي النقطة دي. فلو سمحتم، وسائل التواصل الاجتماعي صعب جدا يعتمد عليها كمصدر للمعرفة. انا عارف الحاجة اللي بقولها تمعطاني ليكوا تاني انها هتضايق ناس، لكن انا مش كل حاجة اقراها على تويتر او اشوفها على انستجرام او اقراها على الفيسبوك يبقى هو دي حقيقة. طب اقول لكم حاجة تانية، في حاجات تقراها مقنعة للغاية، مقنعة جدا، تمام، لدرجة ان انت لا تقول لي نفسك ايه، مش اكيد صح، باين اهو مكتوبة وحاطين ارقام وعاملين كذا، وتفاجأ مفاجأة غريبة ان كل اللي مكتوب ماله غلط، كله بالارقام بالتواريخ بكله كله مزيف. ترجع تقول ايه ده، ايه الحاجة الغريبة دي، كل اللي مكتوب اللي قريته مثلا البوست بالكامل مش صح، يقولك اه كله بالكامل، بس هو مكتوب بطريقة كويس، اللي كاتبه فاهم بيعمل ايه. ايه رأيكم؟ يبقى اي بوست اشوفه اقول اه شوف بقى بيقول ايه، اصل فلان ده عمل كذا وفلان ده عمل كذا. طبعا ما اكتر الاشاعات والمعلومات مالها الخطأ واللي مش مظبوطة، ما اكترها. ولما تسأل فلان انت رجعت مثلا الحاجة الفلانية عشان تشوفها؟ لا. بس عارفين حاجة بيسموها العنعنة، عارفين عنعنة يعني ايه؟ عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، تمام؟ انا ما بحبش دي. لما تقول لفلان ايه، لما تقول مثلا ايه مصدر المعلومة، يقول لك لا اصل انا خدتها شيرينج من صفحة فلان. طب وفلان جابها من فين؟ لا من صفحة واحد تالت، والتالت ده جابها من واحد سابع وثامن وعاشر. هو ايه بالظبط؟ فين اصل الموضوع هنا؟ ما توروني فين اصله. لكن هو ايه المشكله؟ اكيد الراجل بيقول صح. راجل مين بيقول صح؟ راجل مين بيقول صح؟ فين الحاجه دي؟ 60 واحد اضافوا على المعلومه دي، وتيجي حضرتك في الاخر تقول لي لا انا اسف البوست مش عارف بوست ايه اللي. انت عايزني اصدقه من فين؟ لدرجه انتوا عارفين دلوقتي ان قانونا موضوع حملات التشهير دي مجرمه. طبعا عارفين الموضوع ده، تمام. جزء اساسي من حملات التشهير هو ايه؟ حد يعرف؟ قانونا الناس المحامين، نشر معلومات كاذبه. تاني، نشر معلومات كاذبه. انا اسف جدا هقول مثل، بس يعني لما حد كده من المشهورين واقعد بقى معلومات ومعلومات ومعلومات، لدرجه الناس تبدا تعمل ايه؟ تقتنع بقى، اه اصل هو كذا او هي كذا. منين كذا وهو يعني؟ انتوا متاكدين من الموضوع ده؟ لا، بس اكيد اكيد. من فين؟ اكيد من فين؟ ايه هو اللي اكيد؟ فين مصدر المعلومه؟ ما نعرفش، انا اعرفش. معلش انا عارف الكلام اللي بقوله تقيل وصعب، بس معلش سامحوني. يعني احنا محتاجين نبقى واعيين اكتر للحاجات اللي احنا بنعملها. اه معلش حاجه برضو هتضايقكم كمان، انتوا جيل، او انا بتكلم على الشباب، انتوا جيل لازم يكون عنده لغات مختلفه. معلش سامحوني في موضوع اللغه، لازم تعدد مصادر اللغات والمعرفه ده دلوقتي ما بقاش اوبشن، ما بقاش اختيار. احنا زمان عشان ما انا بقول لكم مثلا من 30 40 سنه عشان كنا نتعلم لغه كان بيحصل فينا ايه؟ انا بسالوا بس كده الناس ده، عشان نتعلم لغة لازم يتعمل فينا ايه؟ دلوقتي الوضع عامل ازاي؟ تاني بقول لكم لازم يبقى عندكم اكتر من لغة، لازم الواحد يقدر يقرب ده وده وده. لازم ابقى عارف، انا عارف. طب انتوا عارفين شات جي بي تي دلوقتي من اقوى الحاجات اللي فيه ايه؟ الترانزليشن، الترجمة، بس مش العربي. العربي لسه زي ما بقول لكم فيه مشكلة، لكن هي بقى اللغات الاوروبية مثلا فرنش انجلش بورتوغيز اسبانيش، حاجات دي كلها بيقدر بسهوله يتنقل بينها، ما عندوش مشكله فيها. فتاني اللغه مهمه، لو سمحتم اللغه مهمه، حاولوا تقووا الموضوع على قد ما تقدروا، مش عشان بس فرص الوظيفه وما الى ذلك، لا عشان معرفتكم انتوا اقدر اقرا اكتر واعرف اكتر. انا هقول حاجه بسرعه قوي مش هتاخد وقت، العكس بقى اللي انا قلته. انا قلت في الاول ايه؟ عيش في العالم، وقلت لكم الجزء ده انا شرحته الجزء بتاع ايه؟ المعرفه. عيش في العالم،
المقصود لازم تعيش في العالم ازاي من خلال المعرفة. هو ده اللي انا قلته، طبعا عايز كلام تاني لكن هو ده اللي انا اقصده في عيش في العالم، تعيش ازاي. الجزء التاني بقى لا تدع العالم يعيش فيك، اللي هو بتاع ايه؟ السلام الداخلي. تخيلوا بعد ما قلت كل ده بقى، انا بسميها المعادلة الذهبية في المسيحية، عيش في العالم لكن في نفس الوقت اوعى العالم يدخل جواك. فانت تقول لي ايه بقى؟ لا دي صعبة قوي، انت بعد ما قلت كل الكلام اللي فات ده والمعرفة ومش عارف مصادر المعلومات والفرق بين الرأي والحقيقة والكلام، في الاخر تقول لنا ايه بقى؟ لا 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 لا، فين بقى ايه؟ فين سلامك الداخلي؟ مش صعب الموضوع يعني؟ هي دي بقى تاني اسمها ايه؟ المعادلة الذهبية. دي المعادلة الذهبية. اعرف من غير ما المعرفة دي تتعبك او تتعبك. نعرف، انا ما زلت متذكر مثل كان احد الناس اللي نعرفها في ايام الثوره بتاعت يناير، فكان ليلا نهارا قدام التلفزيون وبيتابع بقى الاحداث والتحرير وما يحدث تمام، شخصيه كانت مثقفه جدا، فحصل ان هو تعب تمام، ورحنا وكشفنا وحاجه زي كده، فالدكتور فوجئنا بيقول له حاجه معينه. قال له ايه بقى؟ قال له معلش انا اسال حضرتك سؤال. فقال له اتفضل. قال له حضرتك بتتابع الموضوع على التلفزيون كتير والاخبار؟ قال له ايوه طبعا كل الاحداث والبرامج. قال له هطلب من حضرتك طلب واحد. قال له ايه؟ قال له ما تتفرجش على حاجه. فقال له نعم. قال له ما تتفرجش. هو ده الطلب اللي هطلبه منك. ليه؟ لان من كتر المتابعه عمل ايه؟ اتوتر. عارفين يعني ايه؟ والفتره دي كانت مش سهله اللي احنا بنتكلم عليها، من 13 سنه الدنيا او 12-13 سنة الوضع كان مضطرب جدا. فالدكتور قال ايه؟ بليز بالراحة، سيبك بقى من الكلام ده كله. فهي دي المعادلة اللي اقصدها، اعرف بس من غير ما تتعب. يعني مثلا احد اصدقائنا الجمال الحلوين كنا عاملين بنتكلم على الموضوع بتاع السودان، وانا من ضمن الحاجات اللي كنت بتكلم عليها في مقابلات اللي كنت بعملها الانترفيوز كان موضوع السودان. فانا بقى قاعدين والاخبار في السودان ايه ومش عارف كذا تمام، وانا موافق طبعا اناقش الموضوع واسبابه وما الى ذلك، كان ده تخصصي انا بعمل حاجات ده هي. لكن في نفس الوقت فوجئت بقى ايه؟ مضطرب. احنا لو حصل عندنا الموضوع ده والدنيا هتبقى كذا وكفايه اللي مش عارف. نعم يا جماعه احنا كده رحنا في اتجاه تاني تمام، رحنا في اتجاه تاني. انا بتكلم على السلام. يعني ايه يبقى عندي سلام داخلي؟ هو ايه السلام الداخلي؟ حد يقدر يحط تعريف للسلام الداخلي؟ يعني ايه السلام الداخلي؟ على فكره دي حاجه مميزه للمسيحيه بشده، السلام الداخلي دي. يعني لما تقرا في مقارنه الاديان دي حاجه كده جميله في المسيحيه. هو ايه السلام الداخلي؟ تعريف يا اساتذتنا مفيش راحه بال. راحه بال اوكي. كويس جدا، حلو ان انا ما اتاثرش بمشكله. اساتذتنا الافاضل ايه السلام الداخلي؟ معلش احنا دخلنا في نقطه انا عايز اناقشك بعد ما نخلص في موضوع المديتيشن ده، لان احنا دخلنا في اتجاه تاني. اوكي لا انا مش على فكره انا ماليش تحفظ على الموضوع ده، انا اقصد بقى لان المديتيشن دي براكتس مختلفه، انا بتكلم على من الناحيه الروحيه تمام، مش الممارسه النفسيه. معلش انا مش عايز الخبط الناس، في فرق بين الراحه النفسيه والراحه الروحيه. على فكره المديتيشن مختلف، المديتيشن حضرتك بتتكلم على الناحيه النفسيه، انا بتكلم على يعني ايه سلام داخلي الناحيه الروحيه. انا مش معترض على فكره تانية، بس انا مش عايز احط تفاصيل في الامور. في طمأنينة، حلو جدا موافق. يعني ايه سلام داخلي؟ طبعا اعتقد كلكم قديسين وقديسات ومريتوا بتجارب شخصية في موضوع السلام الداخلي صح؟ من ضمن اصعب الحاجات اللي ممكن نحط لها تعريف السلام الداخلي صح ولا لا؟ يعني واحد يقول ايه زي ما انا سألت السؤال دلوقتي، يعني ايه سلام داخلي؟ فواحد ممكن يقول لي هو ايه السؤال اساسا ده؟ يعني حضرتك طالب ان انا احط تعريف اعرف السلام الداخلي ده ازاي؟ ليه في صعوبة ان انا اعرف السلام الداخلي؟
كل واحد بيوصف شعوره كويس جدا. ايه تاني؟ عارفين ايه هي تاني؟ اقول لكم بقى حاجه، هي تجربه شخصيه زي ما قالت الاستاذه، صعب ترجمتها في صوره كلمات. تاني، السلام الداخلي تجربه شخصيه يصعب ترجمتها في خلال كلمات. طب اقول ايه لما اقول لواحد ايه عبر لي بقى ايه هو السلام؟ انا ما اعرفش، انا مش عارف ايه اللي حصل. اقول لكم مثلا والامثله دي كتيره، يعني مثلا من يومين ثلاثه اعتقد احتفلنا بذكرى نياحة القديس الأنبا كراس، ده من الشخصيات اللي أنا مش عارف إيه ده، الدنيا تتقلب وتقوم وتقعد والمملكة هتضيع وممكن يبقى ملك ومش عارف إيه في الأخير. لا مش أنا عايز أروح البرية. نعم، برية إيه اللي تروحها؟ هتبقى ملك. على فكرة مش بتكلم إنه هيبقى والي، ده أنا بتكلم إنه هيبقى ملك. وإيه كمية السلام؟ هو ده بقى اللي بقوله. بقى اقول لكم حاجه تانية عشان موضوع السلام الداخلي. تمام، طبعا قدس انبا كراس ده ممكن نتكلم عليه كتير قوي، لكن انتوا اكيد جربتوها لما بتروحوا اديره وتقعدوا مع بعض الاباء، الواحد يخرج او يرجع من هناك من الدير فتقابل ناس يقول لك هو انت غريبه في حاجه، في ايه بالظبط؟ اصل انا انتوا مش عارفين، اصل انا شفت ابونا فلان في الدير. طب وايه اللي حصل؟ معرفش، مش عارف، انا شفت امنا فلانه، زي مثلا طماف ايريني، اللي قابل طماف ايريني تمام هيعرف اللي بنقول عليه. طبعا الاجيال اللي قبل كده اللي كان مثلا بيقابل سيدنا المتنح البابا كرولوس، يعني عارفين تجربه غريبه تقعدوا مع الناس اللي زي دي، هو اللي بقول عليه بقى السلام اللي عندهم بيعمل ايه؟ بيتنقل لينا. عارفين يعني ايه؟ تلاقي كده في حالة انت داخل بقى مضطرب والدنيا وشايل كل حاجة على كتافك وانت بقى عمالة تشتكي ومش عارف ايه، نخرج من القلاية تمام او من المقابلة مع ابونا الراهب او امنا، تحس ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ معرفش، مش عارف في ايه اللي حصل، بس في حاجة، انا مرتاح، انا مرتاحة، انا مرتاحة. تمام، تخيلوا هو ده السلام الداخلي، في راحة، في راحة، أنا حاسس بإن أنا مفيش، عايز أقول إيه؟ مفيش هموم، مفيش أعباء. تمام، عارفين يعني إيه؟ ما وبعدين أجمل حاجة في السلام الداخلي هو إيه؟ حد يعرف؟ التسليم. تاني؟ طبعًا عارفين يعني إيه؟ تمام، يعني أي حاجة تحصل إيه؟ ربنا هيرتب. وبعدين مش كلمة بتتقال، ده هي معناها فعلًا كده. تبقى في مشاكل ما حصلتش، يعني مشاكل كبيرة جدًا، فلان خدت تقول إيه؟ ربنا هيرتب، يا ربنا هيرتب فيا انا، اسف تمام، ده مشاكل وعندي في الشغل كذا وكذا 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 ربنا موجود، ربنا هيحل، ربنا هيمد ايده. ساعتها الكلمات اللي انا بقولها والعبارات اللي انا بقولها مالها في السلام الداخلي؟ هي دي، ان انا مصدق ان ايه؟ ان ربنا هيتدخل، ربنا هيحل. هو ده السلام اللي بنقول عليه. تمام، هل السلام الداخلي، هسألكم السؤال، هل السلام الداخلي يتعارض مع المعرفة؟ ان نعرف البابا شنودة ربنا يناح نفسه من الاشخاص اللي كان شاعر ورجل سياسة ومش عارف يعني كده متعدد المواهب، باسم الصليب ربنا يناح روحه وينفعنا بصلواته. تمام، حاجة كده جميلة جدا، وفي نفس الوقت رجل روحيات من الطراز الاول. لسه شايف فيديو اعتقد من 3 ايام لما بكى لما قال لهم ان انا سبت البرية، لو حد شاف الفيديو ده تمام، ان هو يعني تخيلوا بقى مدى حساسية هذا الشخص، انه بيبكي نتيجة انه ايه؟ انه ساب الوحدة. تمام، ايه 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 ده؟ ايه الشخص ده؟ ايه الحساسية الروحية الجميلة قوي دي؟ هو ده بابا شنو ده؟ تمام، هل تعرض مع انه يعرف ويقرأ؟ انتوا عارفين ان كان استاذ في الشعر وعلم نفسه الشعر، ما راحش تعلم، ده علم نفسه بنفسه، نزل المكتبات وتعلم وعمل وكذا وكذا وكذا، ادي الشخص. هل تعرض الموضوع؟ لا. ارجع تاني، بنسميها ايه؟ المعادلة الذهبية، اعرف وكن لك دور وشارك، وفي نفس الوقت ايه؟ خلي عندك سلام داخلي. يعني مثلا بقول لكم على موضوع السودان ده، اخواتنا هناك الدنيا صعبة جدا جدا، فكنت بقول للناس ايه؟ لاخواتنا تمام، لازم نشكر ربنا. على فكرة ده جزء بيدي السلام الداخلي، انتوا عارفين؟ من ضمن الحاجات اللي بتدي السلام الداخلي ايه؟ حياة
حياة الشكر، أشكر. فكنت بقول لهم إيه؟ من ضمن أبرز المشاكل اللي موجودة هناك دلوقتي هي إيه؟ خدمات الطبية. لو حد عنده مشكلة مثلا وبيغسل كلى، مشكلة كبيرة هناك دلوقتي. فكنت بقول لهم إيه؟ تخيلوا مثلا مستشفى عندنا دي بالنسبة لناس كتيرة دلوقتي هناك مش بركة كبيرة، عارفين لو لقوا مستشفى ولا عيادة يا احنا هنا واخدين الموضوع ايه عادي، ايه يعني مشكلة، يعني انا تعبان شوية اروح دكتور عيادة، اي عيادة اي مستشفى. تخيلوا بقى هناك دلوقتي دي تعتبر ايه؟ حاجة غير عادية. فبقول دايما ايه؟ يجب ان نعيش حياة الشكر بشكل مستمر. جربنا الموضوع ده، نحن نشكر ربنا. هقول لكم حاجة أنا لسه سمعها النهاردة من أبونا إبراهيم عبده، طبعا عارفينه. فكان بيقول إيه؟ بيحكي عن أعتقد أبونا ميخائيل، تمام؟ فكان بيقول إيه؟ بيقول لما يجي مثلا يزور مريض، كان بيتكلم على أهمية زيارة المرضى، فكان يعمل إيه؟ يقلع الشوز قبل ما يخش الأوضة، يقلع الشوز. فطبعا الناس استغربت، هو انت داخل هيكل يا ابونا ولا؟ فقال لهم لا انا داخل اقابل مين؟ داخل اقابل المسيح. تبان الحاجه دي انها صغيره، لكن لو تاملتوا فيها ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ دخل تقابل المسيح اللي واحد تكلمه يقول لك ايه؟ يا انا هروح اشوف بقى عيانين ايه في ايه؟ طب ده انت رايح تاخد بركه. راح تاخد بركة، انت راح تقابل مين؟ راح تقابل السيد المسيح له كل المجد، تمام؟ احصل على السلام الداخلي ازاي؟ زي ما قلت، تمام؟ حاول نعيش حياة الشكر بشكل مستمر. نقطة تانية مهمة في انك لو عايز او عايزة تعيشي، تمام، السلام الداخلي وتختبر السلام الداخلي، تصادقوا دايما مع الناس اصحاب السلام. معلش هقولها بشكل مباشر وصريح، سامحوني، بلاش تقعدوا كتير مع الشكايين. افسر واقول ولا بلاش؟ بلاش، بلاش الموضوع ده. في ناس انا اسف سامحوني متعبين قوي، يعني تقعد معاهم تحس ان هموم الدنيا كلها اتجمعت في 5 دقائق، ده في كذا وكذا 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 وكذا، يعني حضرتك تقوم او حضرتك تقومي بعد ال5 دقائق تحس ان الدنيا كلها اتلخبطت، تمام؟ العكس بقى تماما اللي قلته من شويه، لما نقعد مع حد من الاباء في الرهبان او امهاتنا الراهبات، ادي العكس تماما. لو سمحتم ابعدوا عن الناس اللي ما عندهاش سلام، واقعدوا مع الناس دايما اللي عندها ايه؟ سلام. بلاش الاشخاص، معلش هقولها، بلاش الأشخاص المتذمرين، وما أكثرهم دلوقتي، ما أكثرهم. يعني مثلا من ضمن أكثر الحاجات دلوقتي اللي بشوفها على السوشيال نتوركس الشكوى والأزمة الاقتصادية والأسعار وكل ده، أنا متفق عليه، أنا بتكلم حتى عليه يعني في الانترفيوز بنتكلم عن الموضوع ده، تمام؟ لكن أقول لكم حاجة، انتوا عارفين انها بركة كبيرة. انا عارف ان في ناس يعني ليها تعليق وانا عارف تعليقكم، بركة كبيرة انك تخش مكان، تمام، وتلاقي فيه على الارفف تلاقي فيه اكل وحاجات زي كده تقدر تشتريها. انت عارفين ده نشكر ربنا عليه؟ في ناس هتبصري وتقولي ده كتير كده. لا، هي دي الحقيقة على فكرة، هي دي الحقيقة. شوفوا الاوضاع في بعض الاماكن التانية اللي في يوم وليلة الدنيا بتحصلها ايه؟ تتغير تماما، ويخشوا يدوروا مثلا على لبن اطفال، احنا بنتكلم على حاجة بسموها essentials، يعني لازم تبقى موجودة، مفيش ده، مفيش ده، مفيش دقيق، مفيش مش عارف ايه، مفيش. تخيلوا بقى لما احنا بنخش مكان ونشتري، تمام، هتقولي وكذا وكذا انا موافق على كل اللي انتوا بتقولوه، لكن في نفس الوقت دايما اقول ايه؟ نشكر ربنا ان الحاجة دي موجودة. نشكرك يا رب، اشكرك ان في الحاجة دي. مش معنى كده انما ايه؟ ان لا انا عارف معلومات وعارف الدنيا والوضع الاقتصادي وما الى ذلك، تمام، انا عارف كل الكلام ده، لكن في نفس الوقت ماله؟ انا بشكر ربنا، بشكر ربنا على العطية اللي ربنا مديها لي.
طيب آخر حاجة هقولها، أنا عارف طولت عليكم كتير، معوقات الوصول للسلام. أنا قلت الشكايين. نقطة تانية مهمة، إن أنا مشغول دايما. اوعوا من النقطة دي تسأل شخص أنا آسف أنا ورايا ورايا وعندي وعندي وما عنديش وقت. لا لا لا، طب فين الوقت لربنا؟ ده ما معلش، حين ميسرة أراك في وقت آخر. أنا آسف جدا، هذا الشخص بيخاطب ربنا بيقول له كده، معلش أنا آسف. نعم، أنتوا عارفين بيسموه إيه ده في الناحية الروحية؟ هو بيسموه حاجة تانية في علم النفس، تمام؟ بيسموه quality time. عارفين يعني الوقت الجميل اللي بقضيه مع ربنا. كل يوم على فكرة لازم يبقى لينا، عارفين خلوة، لازم خلوة لينا مع ربنا، لازم كل يوم. انتوا عارفين ده بيعمل سلام داخلي غير عادي. اقعد وعدي مع ربنا، نقعد مع ربنا. صعب، صعب ان احنا نقعد معاه. انا مش قادر افهم لما اسال حد تماوله، هو احنا صعب ان نقعد مع ربنا؟ ندي جزء من وقتنا لربنا عشان يبقى عندنا ربنا يدينا سلام مهما كانت المشاكل. على فكرة ايا كانت المشكلة اللي موجودة، النهاردة كنت لسه عمال واحد افكر في النقطة دي، مشاكل ومشاكل رايح. على فكرة هو العالم هيجي وقت المشاكل هتخلص، مش عارف حد يقول هيجي وقت ونقول يا سلام، زي ما بيسموها كده بالانجلش problem free world. عارفين يعني ايه؟ ما فيهوش بقى زيرو مشاكل. في حاجة هيحصل كده؟ ده امتى؟ ده امتى؟ تمام. لكن في وسط كل ده بقى، فين الشخص اللي يقدر يبقى عنده سلام داخلي؟ وزي ما قلت من شوية يقول ايه؟ ربنا موجود، ربنا هيتدخل، ربنا هيبقى ليه ارادة للاصلح بالنسبة لي دايما. تمام. يبقى احنا قلنا حاجتين، وافكركم تاني بالجنة اللي قلتها، عيش في العالم، وانا قلت وبحملكم المسؤولية، والنهاردة افتكروا لازم تبدأوا تعملوا بيها، ان لازم نعرف ولازم نقرأ ولازم يكون لينا دور ولازم يكون لينا تأثير. احنا مش قاعدين ضيوف في المكان، لا، احنا لينا دور ولينا تأثير. هيبقى لينا تأثير ازاي ودور ازاي؟ نعرف نقرأ نشوف نناقش. تمام. انا مش قادر افهم، معلش انا طولت عليكم بس استحملوني، انا مش قادر افهم تمام لما شخص ما نقول له حاجة في بلدنا وحاجة مهمة جدا وبنناقش كذا، تمام، وفي الاخر يقول لك ايه؟ ما فيش. طب هو انت مش تبع المكان هنا؟ يعني ايه رأيك في اللي بيحصل في كذا؟ ايه رأيك؟ لا، ما انا شفت احد الفيديوهات على احد القنوات كان عاملين زي مناقشة كده، فواحد يقول لي لا الحاجة دي مش مهمة، ما كانتش اتعملت في البلد، والتاني يقول لي لا ما كانش عملوا الحاجة الفلانية، مش عارف اذا كنت شفته مرودة، يقول له لا مش كنتوش، ما كانش عملوا كذا. وكل واحد ليه رأي طبقا لايه؟ لرؤيته هو، لزاويته هو. تمام. فزي ما احنا قلنا، عيش في العالم، ولازم نتعلم نعيش في العالم من خلال زي ما قلت انا قشت جزء واحد هو المعرفة، والجزء التاني ايه؟ اوعى العالم يدخل جواك. دي نقطة مهمة تانية. معلش طولت عليكم، ربنا يبارك حياتكم ويكون معاكم دايما، ونقرأ كتير. ربنا يحافظ عليكم. تعيش وتعلمنا دكتور.